السلام عليكم. عندكم العلم ان ليبيا فيها مجموعة شباب لهم سنوات يصنعوا في روبوتات، عليش؟ شنو الفكرة وشنو قصتها؟ اليوم نبي نعرفكم على فريق ليبوتكس، احد فرق الروبوتات الموجودات في ليبيا. روبوت هذا صح؟ ايه هذا روبوت. وشنو قاعدين تديروا انت؟ طبعا احنا نبني في روبوتات ونشارك في مسابقات عالميه نورف صوره ليبيا. كيف كانت البدايه متاعكم؟ تاسس الفريق في 2018، قائد الفريق جات الفكره انه هو يفتح فريق روبوتات، قرر انه هو يضيف الاعضاء بحيث انهم كانوا اصحابه واشخاص يعرفهم بحيث يساعدوه على الموضوع. الموضوع بدا يكبر كل مره اكثر. شنو درتي فيه خليتيه برميكان؟ ما عندك شرطة سواقة شكل؟ متعت فيه شوي، ما زال مخشنس 18. سوق انت علي. هاي هاي نمشي غادي بعدين نولي. في ظل الظروف الحالية في ليبيا مش ساهل انك انت تدير حاجة كيف اليوم ما يديروا فيها الشباب هنا. خلي نجوهم في المقر الحالي متاحهم ونسألوهم. فأكيد مريتوا بتحديات كبيرة صح؟ صح ايه. يعني واحدة من الحاجات اللي تخطر في بالي هو هروب الكهرباء، يعني هروب الضيء، بالذات لما نحكوا على مجال معتمد بشكل كبير على الإلكترونيات. أكيد أن مشكلة الضيء كانت مشكلة كبيرة، فإن إحنا كنا نعانوا منها هلبة. يا أما إحنا كنا نخدم على فلاش تليفونات، وشن نخدمه بشكل كبير على بناء وكخدمة ميكانيكية، ونخلو في التقنيات اللي هي تبي كهرباء لبعدين. ومع هذا يعني قدرنا نحن نبني روبوتات، ونحن قدرنا نتغلب على الشيء هذا والمشكلة هذه، ونحن نوصل لأكثر من تحدي. يعني هل كان تحدي إنكم تلقوا دعم إن إحنا نحكوا على شغل؟ يعني لما أنتوا بديتوا في سنة 2018 ما كانش معروف في ليبيا. هو صح، اول ما بدا الفريق ما كانش معروف بكل، فديما اغلب الفرق حتواجه المشاكل هذه سواء في ليبيا او برا، بحيث ان الشركات انت تبي شركه توثق فيك وتعطيك قيمه ماليه قد توصل لمبالغ كبيره تخليك انك انت تشارك في هذه التصفيات. لكن بحكم ان قصدي حصلنا اكثر من شركه الحمد لله، قدرنا ان هم يدعمونا، قدرنا ان احنا نوصل لتصفيات اقليميه، شاركنا في مسابقات عالميه باسم ليبيا، يعني كنا نشاركه. ليلى عندك امتحانات شهاده ثانويه تو صح؟ مع الأسف شديد حالياً في نصهم. بين أنتوا كطلبة كيف توفقوا بين شغلكم في الروبوتات وبين دراستكم؟ بحكم أنا طبعاً مشاركة في الفريق لي 3 سنين، والفريق أصلاً أغلب أعمالنا تحت 18، فكنا نعانوا من مشكلة إن امتحانات في وسط الخدمة أو في نص وسط الموسم. مع هذا شن قدرنا إن إحنا نحاول نوفقوا بين ساعات الخدمة وبين ساعات القراية. يعني أكيد الأولوية حتكون للقراية أهم، بس برضو إحنا فريقنا عطينا أهمية الحمد لله، يعني متوفقين في القراية وفي الخدمة لحد الآن. المسابقات لو انت قلت لي على الانجازات متاعتكم، انا نعرف في سنة 2018 للأسف انتم ما قدرتوش تمشوا لمسابقة في المكسيك بسبب بنينا الروبوت كل شيء جهزنا نفسنا، بس للأسف ما قدرناش بحكم انه صارت مشكلة في التأشيرة، فعلى طول ضغطت وللأسف ما قدرناش نوصله للمكسيك. وهذيك كانت النهاية في المسابقات؟ لا اكيد لا. احنا طبعا بعد ما هذه وقفت المسابقة ما قدرناش نوصله، خشست علينا 2019، وعلى طول من بداية 2019 شاركنا في تصفيات اقليمية في تركيا، والحمد لله قدر الفريق انه هو يوصل. حصلنا الترتيب 12 من اصل 32 فريق، في منهم تركيا وفي منهم خارج تركيا. هذه اللي ترقيت بيها كم فيها بالضبط؟ هذه اللي انت كنت فيها غادي في تركيا، كنت معنا. بعد ما كملنا من تركيا شاركنا في بطولة العالم للروبوتات واللي هي كانت في دبي، حصلنا فيها الترتيب 60 على 190 دولة، واللي هو احنا كنا ماشيين باسم ليبيا رافعين علم ليبيا. حصلنا اللي هي جائزة اكثر فريق رحلته ملهمة اذا وصل للبطولة، حصلنا جائزة اللي هي السيفتي اوورد او الحماية من اللي يستعمل معدات الحماية، حصلنا ايضا جائزة اللي هي افضل قائد فريق. يعني احنا ما شاء الله قائد فريقنا كان كويس هلبة. بعد على طول خشت علينا 2020 كورونا خست علينا 2020، ومن بدايتها طول شاركنا في تصفيات اقليميه وقدرنا ان احنا نوصل وبدينا نلعب في مبارياتنا. بعدها على طول بدت فتره الكورونا، فاضطرت اللجنه ان هي توقف المسابقه هذه وما قدرناش ان نستمر. ولكن الشيء اللي يذكر في فتره الكورونا، قبل كورونا كانوا فريق وبعدها تحولوا الى فريقين، ولكن اثناء مرحله الكورونا كم فريق اصبحتوا؟ 42 فريق في منتشرين في انحاء ليبيا كلها، شرق وجنوب وغرب، وقدرنا نحن ننشر الروبوتات في اكثر من مدينه الحمد لله. يعني يعتبر هذا الشيء من الاهداف اللي كنا احنا متاسسين عليها فريقنا، وقدرنا نحققها، وكان يعني انجاز كبير لينا ولقائد فريقنا وقتها.
احنا ما بدناش نوقف نشاطات، خدمنا على ان احنا نديره بابسط الامكانيات اللي هي بـ 3D برينتر. صنعنا حميات الاذن وماسكات حمايه للوجه، وفرناها للاطقم الطبيه مجانا، وقدرنا الحمد لله ان احنا نوزعوها في اكثر من مستشفى حتى خارج طرابلس زي زليتون ومصراته وجبل. شباب انا ما شاء الله عليهم، يعني لما انت تبقى في دير في النشاطات هذه هنا كجروب وعندكم شغف معين وشغف هذا مفيد وايجابي، حتلقى روحك قاعد تشتغل على عده مجالات وعده نشاطات، منها حاجات انت قاعد تدير بها في تنميه في المجتمع. يعني انا نسمع برضو انهم عندهم زيارات كان للاطفال في المدارس، نبوا ننشروا ثقافه الروبوتات في ليبيا او مجال الروبوتات في ليبيا، نبوا الشيء هذا يبدا مش ينشا على كبر، انه يبدو حتى الاطفال يواكبوا العالم في الشيء هذا ويبدو على درايه به. فنحن كنا نمشوا لروضات مثلا الاعمار الصغيره هيك حوالي 6 و7، وان احنا نمشوا لهم يوم كامل، نتفقوا بالاتفاق طبعا مع الاداره يوم كامل نبدو نهدرزوا معاهم على روبوتات واساسياتهم وهم شني اصلا بطريقه مبسطه، توصلهم المعلومه الصح وفي نفس الوقت هم يستفيدوا بها، او ان خليهم يجيهم فضول ان هم مازال يبوا يعرفوا او يحبوا المجال هذا. طيب يا جماعه بنسالكم انتوا حاجه، اوكي، هل تعتقدوا روبوتات هتحتل العالم؟ لا مستحيل والله. لا مش قادرين نديروا وتجهزوا لي حاجه كيفك انت؟ لا احتلال لا، لكن حتساعد يعني في البيئه، مشاكل مثلا لو انه في الغام يكون هو الروبوت اللي يمشي يحل هذه المواضيع، لكن انا هي تسيطر هذا الموضوع بعيد جدا يعني. ما شاء الله عليكم والله، انت انستا الله ينسك، شكرا منورين. يعني فريق زي هذا شغلهم مش بس اللي قاعدين نشوفه فيه هيك، عنده ابعاد ثانيه واجده، يعني حتى لما كانوا يسافروا برا ويمثلوا في ليبيا كانوا يمثلوا فيها احسن تمثيل. انت لما تمشي لاحداث عالميه زي هذه انت قاعد تدير في تشبيك، تدير في علاقات، تتعرف وقاعد تنشر في ثقافه بلادك وترفع في راسها. يعطيكم الصحه، ان شاء الله عليكم، موفقين ان شاء الله. بس لو سالتك شنو ناقصكم وشنو الحاجات اللي تتمنوا انها تتوفر لكم؟ والله هو توا كل سنه يعني قاعد الموضوع يزيد للاحسن الحمد لله، بس يفضل لو يكون عندنا مثلا ان تكون في ورش مثلا مخصصه لمجال الروبوتات، بحيث ان الاشخاص ولا اللي بيفتح فريق روبوتات ما يتعبش هلبة زي ما احنا مثلا تعبنا قبل، منبوش هذا الموضوع يستمر للفرق الجديده اللي فاتحه توا والاشخاص اللي قدام من بينهم الصغار اللي قاعدين نمشوا لهم كل مره للمدرسه ونشرح لهم في الموضوع هذا. حاجه ثانيه اللي هو موضوع الدعم واللي هو مهم هلبة، انت لما بتشارك في مسابقه ضروري ما بتدفع مبالغ ماليه كبيره يمكن، فضروري ما تكون في شركات تدعم، ضروري ما تساعد، هذا ضروري الشركات تساعدنا ديما في المواضيع هذه، ضروري ما تتفاعل معنا